قال ابن القيم رحمه الله: الغيرة إذا ماتت مات القلب، الغيرة إذا ماتت مات القلب، وإذا مات القلب ماتت الجوارح، ماتت الجوارح. هؤلاء ينطبق عليهم أنهم من الصنف الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فندعو ولاة الأمور إلى أن يعتصموا بما جاءت به الشريعة، فهو أحسن لهم من أن يكونوا أذنابا وأتباعا لأعداء الإسلام ينفذون ما يرضي أعداء الإسلام. ولن يرضى أعداء الإسلام عنهم، ولن يتركهم أعداء الإسلام من المحاربة لهم ومن المكر بهم ومن السعي في غزوهم، لن يتركوهم وإن سعوا هكذا في إرضائهم. نسمع هكذا من ولاة الأمور من يريد إرضاء أعداء الإسلام: يا مسكين، المطلوب أن ترضي الله الذي بيده الأمر كله، والذي يتصرف في نواصي العباد ويملك قلوب العباد هو سبحانه وتعالى. المطلوب أن ترضيه وهو يكفيك شر الأشرار، وهو يدفع عنك، وهو يصونك ويصون مجتمعك ورعيتك. أما أن تبقى الهرولة بعد أعداء الإسلام والسعي في موافقتهم على ما هم عليه، فهذه من الفتن العظام. فالمسلمون في هذه العصور المتأخرة لا سيما في هذا العصر إن أحوالهم تبكي العقلاء، تبكي أصحاب الرجولة، تبكي أصحاب الدين، تبكي أصحاب من يسعون في الإصلاح، في الإصلاح. فندعو أنفسنا جميعا، الرجال، النساء، الشباب، العلماء ومن عداهم وقبل هؤلاء، ندعو الملوك إلى أن نتعاون على دفع الشرور التي داهمت العباد والتي تمكنت من البلاد. نتعاون على ذلك، العالم بعلمه والحاكم بحكمه وبقوته وبما عنده. ولهذا قالوا إن الله يدفع بالسلطان ما لا يدفع بالقرآن، إن الله لا يدفع بالسلطان ما لا يدفع بالقرآن. فالسلطان عليه أن يراقب الله وأن يتقي الله وأن يحرص على أن يكون له تاريخ يذكر فيه بقوة الغيرة والشهامة والعزة. أما هذه الأحوال فأحوال كما سمعتم، أحوال لا تبشر إلا بكل سوء، لا تبشر إلا بكل سوء. لا يجوز لولاة الأمور أن يتركوا أنفسهم متفرجين على ما صار الأمر عليه من الاختلاط في كل مكان، في كل مكان. أين هم ممن يدركون العواقب الوخيمة؟ فقد ذكر المقدم رحمه الله أن أحد الكتاب من المسلمين سئل من قبل دعاة التبرج والسفور ودعاة الرذائل والفجور وهم النصارى آنذاك: لماذا العرب، لماذا العرب يمنعون نساءهم، يمنعون نساءهم من الاجتماع بالرجال والاحتفال مع الرجال؟ قال: لأنهم لا يريدون أن تلد نساءهم من غيرهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: على ولاة الأمور أن يمنعوا اختلاط النساء، أن يمنعوا اختلاط النساء في الأسواق وفي الفرج وفي مجامع الرجال. لا يجوز أن يكون للنساء الأجانب اختلاط بالرجال غير المحارم في أي مكان إلا بقدر ما يكون ضرورة.